مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. وحول هذه التغطية معنا في الاستوديو المستشار الاقتصادي الأستاذ علي العنزي. أستاذ علي، أهلا ومرحبا بك، وسعداء جدا بوجودك معنا في هذه التغطية. أرحب فيك أخي بندر وبسعد المشاهدين الكرام، سعيد جدا في تغطيتكم وأني أكون معاكم في التغطية هذه المميزة وفي عهد المتجدد إن شاء الله الجديد. أستاذ علي، يعني بناء على توجيهات سامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، شهد القطاع الاقتصادي في البلاد نموا متصاعدا خلال السنوات الثلاثة الماضية، يعني متجاوزا كل العقبات التي حالت بين الانتعاش وأيضا الركود الاقتصادي. يعني لو تصف بداية، يعني كيف تصف المراحل التي مرت بها بورصة الكويت سوق الأوراق المالية خلال هذه الفترة وأنت بالقرب منها؟ حقيقة كانت بالبداية كانت كورونا، يعني هي فاصل زمني مهم جدا بين يعني حقبتين تقريبا. نعم. وكان صاحب السمو موجود في كورونا على في مع اخوانه في السلطة ايضا، ولله الحمد استطاعت الكويت ان تتجاوز محنة كورونا التي طبعا أزمة سادت العالم اجمع، ولكن الكويت خرجت ايضا يعني من هذه الأزمة أقوى مما سبق، ولا شك أن البورصة هي انعكاس للاقتصاد. نعم أن بورصتنا من البورصات الناشئة، ولكن أيضا انعكاس للاقتصاد. بيانات الشركات هي من تحرك البورصة، بيانات الشركات مرتبطة بالاقتصاد الكلي للبلد، بالإصلاحات الاقتصادية، بالتشريعات الاقتصادية، في كل الأمور الاقتصادية طبعا، والجانب السياسي والقيادة السياسية هي من تضع الخطوط العريضة للاقتصاد وللبورصة بشكل عام. البورصة نستطيع كحال بورصات العالم انهارت. نعم. في كورونا. نعم. وخرجت سريعا ولله الحمد، كحال ايضا عند الاسواق الماليه ايضا. اسعار النفط تذكر في 20 ابريل 2020 دخلت في الماينس، وللمره الاولى في التاريخ كان دخول اسعار النفط في الماينس، ولكن عوده البورصه كانت اسرع ما بعد كورونا، بعد ان بدا يتباطأ انتشار المرض. كانت البورصه ايضا في صعود، وصعود كبير جدا عام نهايه عام 20، عام 21 ايضا، الى ان وصلنا الى 22 هناك حوادث يعني كانت كثيره، منها الحرب الروسيه الاوكرانيه اثرت بشكل، ولكن ولله الحمد رغم تراجع الاسواق العالميه الا ان كان هناك تحول ايضا في تلك الفتره، تحول رؤوس الاموال من روسيا الى المناطق الامنه، وكانت منطقه الخليج من المناطق الامنه والبعيده عن الصراع في بين روسيا وأوكرانيا، بالتالي حصل هناك انتعاش ما خالف معظم الأسواق العالمية اللي كانت متأثرة من حجم التأثير الجيوسياسي العسكري والجيوسياسي في بسبب كانت هناك أزمات. نعم. أيضا الحروب زادت. نعم. زادت يعني من مشاكل الاقتصاد في العالم. نعم، كانت هناك حقيقة تصادم حدثين مهمين في العالم. خلال هذه الفترة الأربع سنوات الماضية عدة أحداث تغير المجريات، كورونا ثم بعد ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، ولله الحمد رغم يعني حجم هذه العوامل، عوامل صحية تعتبر اقتصادية، هنا جيوسياسية عسكرية، ولكن سرنا في طريق جيد لله الحمد، حققنا خلال العام الماضي نمو. هذا العام اختلف الوضع مع التغير في أيضا البيانات الاقتصادية الأمريكية والتضخم الكبير الذي شهده العالم في نهايات تقريبا أو منتصف 2022. في شهر 6 كان أعلى تضخم، كانت أعلى نسبة تضخم في الاقتصاد الأمريكي منذ تقريبا 50 عام، وصلت إلى 9.1. ثم بعد ذلك بدأ عملية رفع الفائدة، ومع رفع الفائدة ولله الحمد لم نرى هبوط كبير للأسعار، ولم نرى انزلاقات كبيرة في بورصة الكويت. كانت بورصة الكويت أيضا تسير باتجاه محايد، نعم قد تحصل بعض التراجعات في بعض الفترات، ولكن بشكل عام هناك استقرار، وهناك أيضا والأهم من مؤشرات البورصة أداء الشركات، الأداء التشغيلي للشركات القيادية. كان هناك نمو عام 22، هذا العام انتهى ثلاث أرباع
أو 9 أشهر من العام التي أعلن عن نتائج، وكان للشركات التشغيلية الشركات الرئيسية في بورصة الكويت تقريبا جميع الشركات في نمو ونمو كبير، خصوصا في قطاع البنوك الذي هو العمود الفقري للبورصة وللاقتصاد الكويتي بشكل عام بعد النفط طبعا، بعد قطاع الطاقة وقطاع النفط لا شك أن القطاع المالي مهم جدا وهو المحرك. بالتالي كان هناك نمو لأرباح هذه الشركات، قد تتأثر الأسهم ومؤشرات الأسهم بمجموعة من العوامل، قد لا يكون لنا أيضا سيطرة على هذه العوامل، عوامل خارجية. الآن معنا مستثمرون أجانب يتأثرون في أداء الأسواق العالمية، في حركة الأسواق العالمية دون النظر إلى 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 ما نحن فيه كاقتصاد محلي، يتداولون تريليونات الدولارات، بالتالي يتحركون هنا وهناك بسرعة فائقة. ولكن أركز أعيد وأركز أن نعتمد على الأرباح المجمعة للشركات الكويتية، كانت في نمو خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية منذ كورونا إلى اليوم، هناك نمو مستمر في أرباح الشركات، قطاع البنوك، الشركات القيادية بشكل تقريبا مجموع الشركات القيادية أيضا بنمو ونمو كبير. لا شك يعني تطرقت إلى أزمة كورونا أستاذ علي، وأزمة كورونا يعني كانت عصيبة على الاقتصاد العالم ككل ليس فقط على الكويت. نعم. يعني هل هناك تشريعات صدرت من قبل الحكومة في ذلك الوقت في أزمة كورونا بالكويت؟ يعني ما هو دور الحكومة في ذلك الوقت تحديدا لتخفيف ضرر هذه الأزمة على الاقتصاد المحلي؟ لا شك أن خلال فترة ليست ببعيدة، تذكر جيدا بالبداية كان تأجيل أقساط المواطنين لمدة 6 أشهر، كان هذا تقريبا من يعني أهم القرارات التي صدرت من الحكومة لدعم المواطن، أيضا ملاءته المالية خلال هذه الفترة العصيبة. كذلك بما أن هناك تأجيل، أيضا لدينا المشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضا تخفيف الالتزامات المالية، محاولة تخفيف الالتزامات المالية على صندوق من قبل صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أقر قبل ذلك بحوالي 5-6 سنوات، كان صندوق يعني حقيقة ذو يعني ذو طموح كبير بالتحول وما ننشده من تحول وأهداف رؤية 2035 من القطاع الخاص، من القطاع العام إلى القطاع الخاص ومساهمة القطاع الخاص. فبالتالي يعني أيضا كانت الحكومة حاضرة خلال أزمة كورونا بشكل كبير جدا، متفاعلة مع الحدث، متفاعلة أيضا مع هموم المواطن خلال تلك الفترة، قد لا تكون هموم اقتصادية، مجموعة من الهموم، ولكن كانت حاضرة خففت بشكل كبير جدا على المواطنين، على المقيمين، على سكان دولة الكويت هذه الآثار. بالتالي ولله الحمد خرجنا من أزمة كورونا، خصوصا سيطر أيضا على الأسعار. كانت الأسعار خلال كما هو معروف خلال الأزمات ترتفع الأسعار بشكل كبير جدا، هناك انقطاع قد يكون لبعض ما يسمى أيضا قنوات الإيراد، هو ما يصدر إلينا، وبالتالي الحكومة كانت أيضا حاضرة بتأمين احتياجات سكان دولة الكويت لأكثر مما يتطلبه الوضع خلال تلك الفترة. إن كان يتطلب 6 أشهر كانت مخزونات الأغذية تكفي لسنة، وكنا خلال تلك الفترة تذكر فقط نريد الحياة، يعني لا نفكر إلا لا نفكر بأي شيء، نعم لا نفكر بالما نفكر بالحياة، وقد ينقطع العالم، ومن المعروف أن النقل توقف لفترة خلال كورونا. بالتالي كان الهم أن يكون لديك أيضا مخزون استراتيجي لتغطية نقص في الإمدادات الغذائية، ولله الحمد كنا على ثقة بالحكومة، وكانت الحكومة أيضا وكانت السلطة على قدر المسؤولية في خلال تلك الفترة، اقتصاديا واجتماعيا أيضا معيشيا للمواطن، فأمنيا وبالدرجة الأولى، والأزمات في دول أخرى يكون هناك فراغ أمني أحيانا وكذا، ولكن ولله الحمد لم يحصل كل ذلك، بل سارت بشكل طبيعي. والأفضل من ذلك أن تحولنا إلى
العمل عن بعد. أنا شخصيا كنت يعني خصوصا أن أعمل بسوق المال وتداولات في سوق الأسهم، فكنت مستفيد جدا من كل البنى التحتية، وحتى كنت على مجال الدورات مثلا كانت أيضا عن طريق الأونلاين، وانتقلنا واستمر هذا الانتقال وتطور هذا الانتقال بعد ذلك بعدة برامج أيضا من قبل الحكومة. الآن بدأ الجميع يعني يتعامل بهذه البرامج، قد يكون لكورونا أيضا فضل بمثل هذا التحول. لا شك أيضا هناك بعد الأزمة أو خلال الأزمة يعني ارتفعت أسعار النفط أستاذ علي، يعني ما التأثير الإيجابي إذا ما تحدثنا عن أسعار النفط الذي أضافه ارتفاع أسعار النفط على الحالة الاقتصادية للبلاد؟ لا شك نحن بلد نفطي بالدرجة الأولى، لا شك أن النفط يسمى في النظريات الاقتصادية بالنسبة لنا كمنتج كسلعة أبسولوت أدفانتج، أي لدينا ميزة مطلقة في هذه السلعة، ميزة مطلقة بانخفاض تكلفة الإنتاج لدينا. في يوجد النفط في شتى بقاع العالم، وفي دول كثيرة يوجد النفط ولا يستطيعون الآن استخراج النفط بسبب ارتفاع التكلفة في الإنتاج، ولكن لدينا انخفاض في تكلفة أسعار النفط، وأسعار النفط هي المورد الأول والمكون الأول للإيرادات الدولة، فبالتالي ارتفاع الأسعار لا شك أنه إيجابي لميزانية دولة الكويت ولكل الدول النفطية بطبيعة الحال. لا نستطيع أن، قد يتحدث البعض أن نفصل النفط عن الاعتماد على النفط في موازنة دولة الكويت، ولكن في مثل حالة الدول النفطية لا يمكن أن الخروج بمثل هذه الحالة. لا نستطع أستاذ علي أن نجد بدائل للنفط نستطيع من خلالها أيضا تعزيز الاقتصاد الوطني. قد يكون الآن صعب، وصعب جدا، تحتاج إلى أولا إلى خطط طويلة المدى، ليست 5 و10 إنما أكثر من ذلك. كذلك أنت لديك ميزة مطلقة، هذا بالنفط لدينا ميزة مطلقة بسبب انخفاض تكلفة الإنتاج، كيف نترك هذه الميزة المطلقة ونذهب لإنتاج قد يكون سلع أو منتجات أو خدمات ذات تكاليف عالية لدينا؟ ودائما هناك نظريات اقتصادية تحدد ما تنتج وما لا تنتج في الاقتصاد. قد يدرك الاقتصاديون مستشارين الاقتصاديون هذا الكلام، وقد لا يدرك، أحيانا تذهب إلى ما تستطيع إنتاجه أنت شخصيا، ما تستطيع إنتاجه بأقل التكاليف، ولكن نحن كدولة نفطية لا نستطيع التوقف أو حتى تخفيف الاعتماد على النفط بسرعة، صعب جدا، وهي أحلام حتى. ليس لدينا كاقتصاد صغير في دولة الكويت، إنما حتى الاقتصاديات الأكبر منا بعدة يعني بعدة أضعاف. الاقتصاد الروسي يعتمد على النفط أيضا، يعني نعم لديه اقتصاد كبير جدا وأحد قد يكون أحد G20، ولكن أيضا يعتمد على النفط بصورة كبيرة، والاقتصاد متنوع، صناعات عسكرية وسياحة وأيضا زراعة، ولكن أيضا النفط له حصة كبيرة في الاقتصاد الروسي، هذا الاقتصاد الكبير ما يقارب 130 أو 140 مليون نسمة. نستطيع من خلال تطوير أيضا الصناعة النفطية مثلا؟ من الممكن، وهذا الكلام مهم جدا، وهو الذي يجب أن يكون. يجب أن يكون لدينا صناعات نفطية، صناعات مشتقات نفطية بحجم اعتمادنا على النفط، أن نكرس العمل على هذه المشتقات النفطية، على أن لا يكون مجمل الإنتاج لدينا نفط خام، أي أننا استخراج قدر كبير من هذا البرميل، أن نضاعف سعر هذا البرميل عن طريق المنتجات. قد يكون المنتجات أيضا خام تصنع في بلدان أخرى، لأن من المعروف أن برميل النفط لن يذهب إلى يعني كمواد مباشرة إلى المصانع، يعاد تكريره، ومن خلال إعادة التكرير يستخرج من هذا البرميل هذا النفط عدة أيضا مواد تدخل في صناعات أخرى. قد نصل إلى أن نستخرج مواد خام من النفط الخام، وبالتالي ولكن البعض يتحدث عن تكوين مثلا مصانع
لا يوجد لدينا عامل بشري. سوف نستورد العامل البشري أيضا في دولة الكويت لإنتاج ما يسمى بالمنتج النهائي. المنتج النهائي لدينا حقيقة يعني قد يكلف أكثر، ولكن في دول أخرى نستطيع أن نقوم بعملية تكرير، أيضا من خلال عملية التكرير ننتج مواد خام نبيعها في الخارج. هذا يعني رأيي. يعني أستاذ علي، لا زالت يعني الصناعات النفطية متواضعة في الكويت؟ لا، لدينا صناعة نفطية جيدة وخطت خطوات جيدة، ولكن أيضا يجب التركيز على هذه الصناعة بشكل أكبر. آلاف المنتجات والمشتقات من النفط الآن وتدخل في صناعات أخرى ليست نهائية، يعني يجب التركيز على مثل هذه المنتجات. يجب أيضا التعليم والتدريب للشباب الكويتي ليقوموا، أيضا إدخال التكنولوجيا أيضا لتخفيف الاعتماد على العامل البشري. نعم. الآن التكنولوجيا في بعض المصانع وصلوا إلى الاعتماد شبه الكلي على التكنولوجيا، لماذا لا نصل أيضا تطوير تكنولوجي وأيضا تطوير العامل البشري لدينا، ولدينا شباب كويتيون ولله الحمد يدرسون في أرقى الجامعات، يتخرجون أيضا بشهادات جيدة ويستطيعون المساهمة في خصوصا في قطاع النفط. هناك تركيز في قطاع النفط حتى مهندسي النفط، إلى أن رأينا في فائض لدينا من مهندسي النفط. بالتالي الاهتمام بالصناعة هي صناعتنا، وهي ميزة الكويت التنافسية في هذه الصناعة، ليس في الزراعة وليس في الصناعات الأخرى. نركز على هذه الصناعة ونحاول تطوير ما استطعنا الصناعات الأخرى أو حتى القطاعات الأخرى، ونحن نسميها جميعها صناعات. مثلا الصحة نسميها صناعة صحية، السياحة صناعة السياحة، ولكن بشكل وبآخر لدينا عدة قطاعات من الممكن أيضا الاهتمام بها: قطاع الخدمات، قطاع الصحة، قطاع السياحة، قطاع قد يكون الزراعة بدرجة أقل بما أن لا يتوفر لدينا مياه عذبة ولا أراضي صالحة، محدودة جدا الأراضي محدودة لدينا. ولكن بشكل عام أيضا نستطيع أن نطور ما يتوفر لدينا من بأيدينا من 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 عوامل. مجموعة من العوامل تكون دالة الإنتاج، الاقتصاد دالة الإنتاج أو المنتج، من العامل البشري ثم العامل الرأسمالي ثم التكنولوجيا، ثلاث عوامل. يعني لدينا العامل البشري، ولكن هذا العامل البشري أيضا محدود لدينا بما أن عدد سكان الكويت أو الكويتيون لا يتجاوز 1,500,000 نسمة. الرأسمالي موجود لدينا، رأسمال كبير. التكنولوجيا نحتاج إلى أيضا بسيطة، ثلاث عوامل: التكنولوجيا موجودة ولكن لابد من جلب التكنولوجيا، لابد من تدريب العامل البشري على هذه التكنولوجيا لاستقلالها ولتوفير أيضا أعداد بشرية أخرى نضطر لاستيرادها. لا شك، يعني أستاذ علي ذكرتني في أيضا بافتتاح الوقود البيئي وإنتاج الوقود البيئي في دولة الكويت، والذي أيضا حضر هذا الافتتاح سمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وكان حريص جدا أيضا على تكوية العاملين في النفط. لا شك أن لدينا قطاعات يعني يوجد بها نسبة تكويت عالية جدا، من القطاع البنوك الآن والقطاع النفطي أيضا بدرجة أخرى، والوقود البيئي لا شك أن حضرة صاحب السمو حفظ الله ورعاه الشيخ مشعل الصباح كان أيضا مهتما في هذا الأمر. وأتذكر عندما زار الصين كانت أولى الاتفاقات مع الجانب الصيني هي الطاقة المتجددة والطاقة والاهتمام بما يسمى الأبنية الخضراء والاقتصاد الأخضر. العالم الآن ومن خلال رؤية أيضا رؤية كريمة من سمو الأمير حفظه الله ورعاه أيضا العالم يتحول إلى الطاقة صديقة للبيئة، وكانت أيضا هذه أهم الاتفاقات التي تمت مع الجانب الصيني في رحلة سمو الميمونة خلال العام الماضي على ما أتذكر، أو بدايات هذا العام لا أتذكر تماما، ولكن كانت مجموعة من الاتفاقات. ولكن ما لفت نظري كان اتفاقات أيضا
الطاقة المتجددة والوقود البيئي جزء من الطاقة النظيفة أيضا، والطاقة النظيفة كان في أهم من أهم ما ركز عليه سمو في تلك الاتفاقات. بالتالي العالم الآن يتحول أيضا. نحن مجبورون، يعني مجبر أخاك لا بطل على هذا التحول، لأن كثير من أيضا مصافي العالم الآن لا تستورد النفط كما كان في الصورة السابقة. مجموعة من المصافي الآن لا تستورد إلا النفط النظيف أو الطاقة النظيفة، بالتالي يجب هذا التحول. ولله الحمد كان للكويت أيضا استثمارات كبيرة جدا خلال العقد الماضي في الوقود البيئي، إلى أن تم الافتتاح أيضا برؤية من القيادة ولله الحمد. سنتحدث أستاذ علي العنزي عن زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الصين بإسهاب إن شاء الله، لكن سوف نتحدث أيضا عن الإسهامات أستاذ علي اللي قدمها بنك الكويت المركزي في كبح التضخم. يعني ما هذه الإسهامات تحديدا التي قدمها أو قدمتها سياسة البنك المركزي؟ لا شك أن البنك المركزي يعني هو من يتولى السياسة النقدية، والسياسة النقدية تعني التحكم في النقد في الاقتصاد، وواكبة لعدة يعني كان لدينا منذ تقريبا بدايات العام 2022 رفع لأسعار الفائدة. نتحدث عن الاقتصاد الأمريكي والفائدة الأمريكية، وكان البنك المركزي دائما يراعي خصوصية الاقتصاد الكويتي في بعض الفترات، وفي فترات أخرى يذهب إلى رفع سعر الفائدة كما هو معمول به في الاقتصاد الأمريكي. الأمريكي لماذا يقوم برفع أسعار الفائدة؟ رفع سعر الفائدة هو الأداة الأكثر تأثيرا على التضخم. تحدثنا وقلنا أن التضخم وصل إلى أبعد نقطة 9.1 في شهر يونيو عام 2022. بالتالي بدأت أسعار الفائدة بالارتفاع بنصف نقطة، أحيانا ربع نقطة إلى نصف نقطة. بالتالي الاقتصاد العالمي بدأ يرفع سعر الفائدة، ولدينا أصبح لا شك نحن لدينا أيضا نستورد معظم بضائعنا والسلع في دولة الكويت، استهلاكها تستورد من الخارج، بالتالي لدينا تضخم يسمى تضخم مستورد، بما أن هناك ارتفاع في أسعار النفط عام 2022 بسبب الحرب والروسية الأوكرانية. بلغ النفط 122 دولار خلال تلك الفترة، وكمعدل كان أكثر من 100 دولار لأكثر من شهر، بالتالي رفع أسعار النقل الذي كانت أصلا الأسعار مرتفعة بسبب كورونا. بالتالي ارتفاع أسعار النقل سوف تصل للبضائع مضاف إليها إضافة فرق أسعار النقل، بالتالي عند لابد أن يكون لدينا ارتفاع في الأسعار، مجموع الأسعار العامة، لأن التضخم يعني هو الارتفاع العام في الأسعار، أسعار مجموعة من القطاعات الغذائية والمواصلات وما إلى ذلك. لدينا ارتفاع، إذن لدينا تضخم. عمل البنك المركزي وردا على سؤالك بشكل مباشر برفع متكرر لأسعار الفائدة، إلى أن وصلنا تقريبا 4.5 الآن سعر الخصم في من قبل البنك المركزي الكويتي. بالتالي نشاهد أيضا قد لا نلاحظ تأثير أسعار الفائدة على القطاعات، ولكن هناك قطاع واحد لدينا واضح أن هناك تأثير، وهو قطاع العقار، وهو ما يهم المواطن دائم ما يتحدثون أو حتى يتصلون للاستفسار عن هذا القطاع وعلاقته في سعر الفائدة. عندما ارتفعت أسعار الفائدة شهدنا ركودا عقاريا، وهو طبعا ليس كلامي وإنما كلام التقارير العقارية، وأهمها تقرير بيتك. بيتك هناك تقرير جميل من بيت التمويل الكويتي ربع سنوي عن العقار، ومع هذا الرفع كان هناك هدوء عقاري. قد لا تكون الأسعار انخفضت ولكن بقيت بمستوياتها، ولكن هناك انخفاض في أحجام الصفقات والسيولة الداخلة على العقار خلال السنة الماضية. إذا نتلمس هذه الأداة التي فعلها البنك المركزي وهي الأداة الرئيسية لديه،
باستقرار أسعار العقار أو حتى انخفاضها في بعض المناطق. لكن استاذ علي، يعني السبب، يعني اذا ما تحدثنا عن ارتفاع العقار، فهي يعني تعتبر الكويت من دول المنطقه في سعر الاراضي وايضا العقار، يعني السبب ذلك استاذ علي؟ مجموعه من الاسباب تحكم سعر العقار في الكويت، ولكن انا 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 اتحدث الان بين علاقه. دائما الاقتصاد والنظريات الاقتصاديه علاقات، علاقه سعر الفائده مع العقار دائما علاقة عكسية. إذا ارتفع سعر الفائدة يتراجع العقار، وإذا انخفض، وسوف نبدأ بالخفض لسعر الفائدة من قبل بالبداية الفيدرالي الأمريكي. نعم. كما تشير الآن التقارير أو البيانات الاقتصادية خلال شهر مارس القادم. وإذا ما بدأ سعر الفائدة بالتراجع يكون هناك ارتفاع لأسعار العقار. ولكن لدينا نحن عدة عوامل قد تكون، مثلا القطاع السكني في الكويت. نعم. قد يكون اهتمام الحكومة بافتتاح مناطق جديدة والبنى التحتية لمناطق تحت الإنشاء الآن، مجموعة كبيرة من مناطق، فتح مناطق بآلاف المباني، لا شك أنه يرفع العرض في السكن. نتكلم عن السكن، العقار السكني القطاع والعقار الخاص. نعم. بالتالي مثل هذه الآلاف من البيوت التي سوف تستحدث أو الآن في طور الإنشاء، لا شك أنها تؤثر على القطاع السكني، على العقار السكني، تؤثر بشكل أو بآخر. ولكن إذا ما تحدثنا عن علاقة، أنا تحدثت عن علاقة فقط. نعم. بين سعر الفائدة، وهو ما هو موجود في الدراسات وأيضا ملموس لدينا، إذا ما استقرت العوامل الأخرى. ولدينا نحن في القطاع العقاري مجموعة من العوامل تؤثر، أيضا حجم النمو السكاني أيضا يؤثر في أسعار العقار. إذا كان لديك نموا سكانيا مرتفعا، لا شك أنه سوف يكون هناك طلب كبير. أيضا حجم الدخل، إذا كان لديك دخل بارتفاع كبير، إذا ترتفع الأموال في أيدي المواطنون أو الجميع، بالتالي يستطيع الشراء، بالتالي هناك طلب أكبر على العقار. ولكن هذه الآن العوامل، لا توجد دراسات، الدراسة المفصلة عن العقار وسعر الفائدة. اسمح لي المستشار الاقتصادي أستاذ علي العنزي، نتوقف مع هذا الفاصل. مشاهدينا فاصل ونواصل إن شاء الله. أخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز، انطلاقا من مسؤولية وأمانة الحكم، فإنه يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع، نسمع ونرى ونتابع كل ما يحدث من مجريات الأمور والأحداث، مؤكدين على أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون، عن الأهمال والتقصير والعبث بمصالح المواطنين. فسيروا على بركة الله وتوفيقه، ونحن دائما معكم على الوعد والعهد الذي قطعناه على أنفسنا، باقين وبالقسم العظيم بارين، أوفياء للوطن والمواطنين. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم من جديد، ونرحب بالمستشار الاقتصادي الاستاذ علي العنزي. استاذ علي، لا شك يعني دخلت وتيره انتعاش الاقتصاد العالمي يعني في مرحله تفاوت، كيف انعكس ذلك على الاقتصاد المحلي؟ حقيقه اقتصادنا كما تحدثنا مرتبط باسعار النفط، ومثل هذا التفاوت كان هناك حقيقه ضغط يعني واضح من القوى
القوى الاقتصادية العالمية على أسعار النفط. نحن تحدثنا عن التضخم، والتضخم كانت إحدى أهم الأدوات لمواجهته سعر الفائدة، ولكن أيضا أسعار النفط والضغط على أسعار النفط عالميا كان يصب في مصلحة هذا التضخم. بالتالي كان هناك ضغط، وصلنا إلى مستويات أسعار النفط إلى الستينات، 67 دولار في تقريبا منتصف هذا العام، ثم بعد ذلك عدنا للارتفاع. لا شك أن الاقتصاد الكويتي كاقتصاد نفطي يعتمد على أسعار النفط بالدرجة الأولى، وإن كنا نبيع المشتقات النفطية أيضا هذه المشتقات النفطية تسعر حرة في العالم، كالشركات الكويتية التي تبيع النفط في أوروبا مثلا في محطات البنزين في أوروبا. بالتالي نحن نتأثر بأسعار النفط أكثر من التأثر في الاقتصاد، ولكن أسعار النفط أيضا يتحكم بها قوة النمو في الاقتصاد العالمي وبعض التوترات الجيوسياسية. نعم. كما تحدثنا الحرب الروسية الأوكرانية أثرت كثيرا، ثم بعد ذلك حرب غزة لم تؤثر، تم تحييد النفط وكأنه غير مهم خلال تلك الفترة. قد يكون هناك يعني ضغط عالمي، ورأينا تراجع أسعار النفط بالرغم من حرب كبيرة وحرب إقليمية. إجمالا وردا على سؤالك، نحن نتأثر بتأثر الاقتصاد العالمي لأن نبيع منتج يدخل في معظم الصناعات على مستوى العالم، في الحركة والنقل، ومعظم النفط يذهب إلى النقل. إذن إذا كان هناك تباطؤ اقتصادي عالمي سوف يتباطأ الطلب على هذه السلعة. إذا تباطأ هذا الطلب، إن الأسعار دائما عرض وطلب، قانون العرض والطلب، إذن هناك ضغط على الأسعار. والآن ما شهدناه خلال الأسبوعين الماضيين، وصلت أسعار النفط إلى ما يقارب 71 أو 72 دولار، ثم بعد ذلك عادت إلى مستويات 79 دولار. اليوم النفط نتحدث عن برميل برنت، النفط الكويتي 81 دولار إلى 79. نحن خلال هذه الفترة ومع التفاوت الذي تحدثت عنه في مستوى النمو الاقتصادي العالمي، هناك ضغط في بعض المناطق في أوروبا، لا زال هناك في الصين أيضا ضغط على الاقتصاد الصيني بعد مرحلة من النمو، بعد 4 عقود من النمو المتواصل. الصين 40 عام من النمو، وهي لم تحدث في التاريخ أن يكون هناك نمو. في التالي هذه الفترة ضغط على الاقتصاد الصيني بشكل كبير جدا. الاقتصاد الصيني من أكبر المستوردي النفط في العالم، يستورد ما يقارب 15 إلى 17% من النفط المصدر في العالم. إذا ما كان هناك تباطؤ في الاقتصاد الصيني سوف تتباطأ الأسعار، إذا ما تباطأت الأسعار سوف يكون تأثير على اقتصادنا، وسوف نجد أن هناك لدينا عجز أيضا، ولكن نتحدث عن عجز الميزانية التي تتحدث عن الصادرات النفطية وإيرادات نفطية وإيرادات محلية، وأيضا عن الالتزامات، وليس عن أمور أخرى قد يكون صندوق الكويتي، صندوق التنمية، أو عفوا صندوق الأجيال، وهيئة الاستثمار الاستثمارات استثمارات النفط لم تدخل في هذه الحسبة وفقا للقانون أو النظام الأساسي للموازنة أو لتلك المؤسسات. ولكن إجمالا بين الإيرادات النفطية والإيرادات المحلية وأيضا الالتزامات سوف يكون لدينا عجز. الكويت دائما في حالة تراجع أسعار النفط يكون لدينا عجز الآن خلال هذه الفترة، ولكن العجز ليس بحسبة شهر شهرين، إنما على معدل أسعار النفط خلال عام، خلال عام مالي. العام المالي في الكويت يبدأ من 1 إبريل إلى 31 مارس كل عام، يبدأ في شهر 4 وينتهي في نهاية شهر 3. إذن معدل النفط خلال تلك الفترة إذا ما كان أقل من سعر التعادل، وهي نقطة تتعادل بها الإيرادات مع المصروفات، نعم، سوف يكون لدينا عجز، واعتدنا أن تغطي الدولة بشتى الطرق سواء الاستدانة الخارجية أو المحلية إلى أن تتعدل الأمور وتقوم بعدة إصلاحات ثم تستمر العجل إن شاء الله. سيد علي، يعني تحت النهج الاقتصادي الذي وجه به سمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، يعني هل ظهور تكتلات اقتصادية جديدة حول العالم قد تؤثر على الاقتصاد المحلي باعتقادك؟ أعتقد فرصة
إلى 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 أن يكون هناك عدة متنافسين لدينا، وسوف تكون لدينا مجموعة من الخيارات. وكان لزيارة سمو الأمير حفظه الله خلال الفترة الماضية إلى الصين أيضا برؤية ثاقبة، أن الصين الآن هي قد يكون يعني طرف قوي وقوي جدا في الاقتصاد العالمي، وكما تحدثت هي أكبر مستوردي النفط، أكبر من الولايات المتحدة وأكبر من المنطقة الأوروبية، وبالتالي لدينا أيضا تكتلات، تكتل بريكس بما فيهم الصين وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند، هذه مجموعة هذه الدول تكتل واستطاعت أن تكرس هذا التكتل بعد الحرب الروسية الأوكرانية بشكل أو بآخر. قد نميل في الاتجاه وفقا للمصالح، نعم، او نتعاطى مع الجميع ببعد واحد ووفقا لايضا مصالحنا ووفقا لايضا المعطيات خلال بين فتره واخرى. الان نحن نتجه الى الشرق بشكل اكبر، وقد يكون في ان ننتج النفط، والنفط هو من يستهلك النفط الان الاستهلاك الاكبر في الشرق، أكثر من يستورد النفط أكثر من أمريكا وأكثر من أوروبا. أوروبا قد تستورد الآن أيضا الغاز المسال، وهناك اتجاهات لتحول الغاز المسال، ورأينا أيضا مجموعة من الدول لديها مثل هذه الإمكانات، خصوصا الشقيقة قطر لها أيضا يعني الآن هي من أكبر مصدري الغاز المسال في العالم. العالم يتجه إلى الصين. نعم، ولكن لدينا الصين و البريكس، دول البريكس، البرازيل أيضا قوة تستورد، لدينا أيضا دول شرق آسيا، أيضا دول الآن كبيرة بدأت أيضا تنهض، الهند أيضا قوة عالمية كبيرة الآن تعتبر ثالث أو رابع اقتصاد في العالم. إذن لدينا خيارات، مجموعة من الخيارات، أين تكون المصلحة يكون أيضا التعاطي مع، وهو ما قام به سمو الأمير خلال الفترة الماضية، وقد نعم. سبقنا في ذلك بالتوجه إلى أيضا الصين خلال فترة. سنتحدث عن الصين وأيضا الاستثمارات الكويتية عن طبعا في الصين، وزيارة سمو الأمير الشيخ منشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الصين، لكن اسمح لي أستاذ علي بعد هذا التقرير. مشاهدينا، تقدم اقتصاديون بالتهنئة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة أداء سموه اليمين الدستورية في مجلس الأمة وتوليه مقاليد الحكم في البلاد، داعين المولى عز وجل أن يوفق سموه ويعينه على الأمانة وأن ينعم على الكويت بالرفعة والأمن والرخاء. وأشار الاقتصاديون إلى اهتمام سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في دعم الاقتصاد وتعزيز دور التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة وقدرته على تجاوز التحديات الاقتصادية. أول شيء نهنئ لصاحب السمو الشيخ مشعل أحمد على تولي إمارة، وأعان الله على زوجل على ذلك. لا شك أن الوضع الاقتصادي هو المواضع الملحة حتى على مستوى العالم كله. العالم الآن متأثر في ثلاث أحداث خلال ثلاث سنوات أو سنتين الأخيرتين، اللي هم وضع كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والآن أخيرا الحرب على غزة، وهي خلقت اقتصاد من نوع مختلف على مستوى العالم. لكن في الكويت ومع العهد الجديد نتمنى أن ما يكون هناك تأثير خارجي على الوضع العام بالكويت، لكن العهد الجديد أيضا ننتظر منه إن شاء الله بإذن الله صدور قرارات وقوانين اقتصادية وبالذات عقارية تهيئ لبنية مستدامة عقارية، أسواق عقارية يعني مستقرة. النظر العام بشكل عام الاقتصاد للعهد الجديد، نتوقع إن شاء الله بإذن الله أن يكون هناك قرارات أيضا اقتصادية مهمة تهم الشعب الكويتي وتهيئ أيضا تزيد من رفاهيته واستقرار المجتمع الكويتي. وهن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح على توليه الحكم في الكويت، والعهد الآن يتجدد، ولم يكن الشيخ مشعل بعيد عن التوجه العام السياسي والاقتصادي منه. الآن أمامنا عدة استحقاقات اقتصادية عقارية على وجه الخصوص،
أمامنا قانون أقر بشهر 12 قانون تأسيس المدن الإسكانية، وأمامنا اقتراح بقانون الهيئة العامة للعقار الذي يحتاج إلى دراسة ومن ثم إقراره بعد الدراسة مع المعنيين والخبراء والفنيين لتنظيم السوق العقاري، وأمامنا تحدي مالي لتمويل المساكن من خلال قانون تأسيس المدن الإسكانية، زائد استمرارا المستقبل استمرار بالطريق الذي وضعه المغفور له صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح، الطريق الاقتصادي السياسي الموائم والخارطة الكاملة لدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية. متفائلون بالتطلعات الاقتصادية القادمة والتنمية الاقتصادية وازدهار الكويت على وجه العموم. نهنى أميرنا الشيخ مشعل أحمد ب تولي زمام الأمور وتولي إمارة دولة الكويت، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله. طبعا الشيخ مشعل مثل ما تعرف أنه عاصر ثلاث أمراء، فكان يعني على اطلاع بخطط التنمية منذ فترة طويلة ورؤيته إلى الطاقة المستدامة في دولة الكويت. طبعا شفنا مشروع الشقاية والاتجاه بأن تكون هناك 15% من الطاقة في الكويت بحلول 2030 تكون من الطاقة النظيفة. طبعا زاد أمور أخرى يعني سوف توفرها هذه المحطة. الأمر الثاني شفنا زيارة سموه إلى مكتب الاستثمار في لندن في الذكرى 70 لتأسيس هذا المكتب. طبعا الكويت لديها أقدم صندوق سيادي في العالم، يعني منذ قبل الاستقلال من سنة 1953 الاستثمارات في مكتب لندن في 2003 كانت 27 مليار دولار، اليوم هذه الاستثمارات قفزت إلى 250 مليار دولار. طبعا هذه استثمارات متنوعة في مجال العقار، في البنية التحتية، والآن دخلوا مجالات جديدة في مجال الذكاء الصناعي والأمن السيبراني. الاتجاه الجديد للتقدم في أو التنمية في هذا المجال اتجاه الكويت إلى توقيع اتفاقيات مع الصين. شفنا كذلك سموه مؤخرا يعني ذهب إلى الصين ووقع اتفاقيات عديدة في مجال البنية التحتية. شوفوا اخوان الصندوق وين تفكيركم؟ وين تقديركم؟ يعني يفكرون في ماضي اجدادنا وابائنا وامهاتنا، يشكرون على هذا الحس الوطني الذي دائما الحس الجديد ان يتذكر اباءه واجداده وهويه بلاده واصله. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم من جديد. لا شك يعني استاذ علي، توسيعا للاستثمارات الماليه الكويتيه في الصين، افتتحت هيئه الاستثمار الكويتيه مكتبها الثاني في مدينه شنغهاي، يعني وحققت استثمارات مباشره بلغت نحو 500 مليون دولار. كيف تصف الحاله الاستثماريه للكويت في الصين؟ لا شك ان عمليه التوسع في الصين و هذا الاقتصاد الصيني الضخم، هذا التنين الصيني يستطيع استيعاب مليارات الدولارات من الاستثمار، والصين تشجع ومهتمة جدا بالاستثمار الأجنبي. الاستثمار الأجنبي المباشر خصوصا هو أحد محركات النمو الاقتصادي، بالتالي الصين بعد أن وصلت تحدثنا يعني وصلت بعد 40 عام من نمو متواصل إلى قد يكون تباطؤ، بدأت تفتح أكثر
الآفاق للاستثمارات الأجنبية. فالكويت يجب أن يكون لها هناك موضع قدم في هذا في هذا البلد، وتوطد أيضا العلاقة مع الصين بشكل أو بآخر. الصين الآن لديها أيضا تكنولوجيا حديثة، وقدمت إلى الكويت شركة هواوي بشكل مباشر قبل 3-4 سنوات. كان الكويت استثمارات يعني حقيقة متأصلة وقديمة جدا في أوروبا وفي ألمانيا، خصوصا في الشركات الألمانية وفي أوروبا. مكتب الكويتي في لندن أيضا، وزار سمو الأمير حفظه الله خلال زياراته السابقة واهتم في الاستثمار هناك، كان على اطلاع لهذه الاستثمارات. بالتالي من الممكن خلق نوع أيضا من التنوع الاستثماري للكويت. الولايات المتحدة، أوروبا، قد يكون اليوم الصين بهذه النصف مليار دولار، قد يكون أيضا الانتقال إلى اقتصاديات ناشئة ذات نمو أفضل من الاقتصاديات نستطيع الاقتصاديات المتقدمة أو الاقتصاديات الآن أصبحت يعني هي ذات نمو محدود، ذات نمو مستقر ومحدود. الاقتصاديات المتقدمة سواء مناطق أوروبا أو اليابان أو الولايات المتحدة أو حتى أستراليا ونيوزيلندا كاقتصاد متقدم أيضا. نذهب إلى الاقتصاديات الناشئة، هناك قفزات في النمو الاقتصادي، ممكن أن تستفيد الكويت من خلال هذه الاستثمارات ووضع هذه الأموال أيضا من التسهيلات التي تمنح الآن من قبل هذه الدول. بالتالي رؤية ثاقبة من القيادة للدخول الاستثماري في هذه البلدان، وكذلك أيضا لزيادة التعاون السياسي على الدرجة الأولى أيضا مع الصين. الصين حاضرة، الصين أيضا كانت في المملكة العربية السعودية في مؤتمر بين دول مجلس التعاون والقيادة الصينية، وحضر أيضا سمو ولي العهد خلال تلك الفترة تقريبا قبل عام. نعم. أيضا كان حاضرا في ذلك المؤتمر، أيضا حضور الكويت القمة الخليجية الصينية. نعم، القمة الخليجية الصينية. بالتالي هناك توجه أيضا ليس فقط من الكويت، من كل دول مجلس التعاون، وهي ككتلة واحدة. إذن لابد من استثمارات، من الممكن حتى زيادة هذه الاستثمارات بسبب هذا الحجم. لا يمكن أن تدخل باستثمارات بمليارات أيضا الدولارات لاقتصاديات صغيرة. الاقتصاد الصغير منافسة شديدة، لكن الاقتصاد الكبير هناك أيضا لك راحة أكبر وأفق أكبر للنمو. لا شك أستاذ علي أن أيضا كما تحدثنا يعني القمة الخليجية الصينية وحضور الصين لهذا الاجتماع المهم، يعني لا شك أن دول المنطقة يعني تعد من الوجهات التجارية للصين. إذا ما تحدثنا عن دولة الكويت تحديدا، يعني تعد دولة الكويت من أهم الوجهات التجارية للصين، ما الأسباب وأيضا الموارد المتاحة التي من شأنها تحظى خلالها الكويت بمكانة مميزة لدى الاقتصاد الصيني؟ دولة الكويت في موقع جغرافي مهم جدا بالنسبة للصين، وطريق الحرير أو ما يسمى بطريق الحرير الذي تقوم الآن الصين بالاستمرار في مد هذا الطريق يمر في دولة الكويت، والكويت هي منطلق من هذا الطريق البري إلى بقية دول المنطقة الخليجية. هذا بالدرجة الأولى. كذلك الكويت لديها احتياطيات نفطية كبيرة، والنفط أيضا سلعة مهمة جدا للصناعات النفطية، سلعة استراتيجية بشكل أو بآخر أيضا. بالتالي تتقاطع المصالح هنا بين الكويت والصين. بالتالي هذه الدولة أيضا تنظر إلى الكويت أن أيضا لديها قد يكون تحتاج مشاريع. أيضا نظرة مستقبلية للصين. نعم، الصين تنظر الكويت أن لديها أيضا مستقبل لمشاريع ونمو اقتصادي أيضا قادم. بالتالي قد يكون منطقة الحرير أو مدينة نتحدث الآن عن مشاريعنا. نعم. مدينة الحرير قد تكون مهمة جدا لهذا التنين الصيني، بما أن طريق الحرير يمر بهذه المدينة. إذن مرتكز لهذه العلاقة أو لهذه الفرصة للصين
دولة الكويت، بالتالي تركز أيضا أعمالها أو تركز علاقاتها مع دولة الكويت. لا شك أن الدول الخليجية الأخرى لها أيضا اهتمامات أخرى ولديها تطلعات، وبدأت أيضا بنقل مصانع كاملة في المملكة العربية السعودية بسبب أيضا قد تكون ظروف وعوامل تختلف عن ظروف دولة الكويت بسبب اتساع المساحة، عدد سكان المملكة تختلف عن الكويت، بالتالي هناك نقل لبعض الصناعات في المملكة العربية، نقل مصانع كاملة. ولكن الكويت مع شح الأراضي ومع شح العامل البشري أيضا قد لا تكون مناسبة، ولكن لدينا مدينة الحرير، لدينا استثمارات أخرى قد تكون مالية، لدينا أيضا بنى تحتية الآن مستمرة، والصين شاركت في هذه التنمية الاقتصادية، معظم الطرق معظم البنى التحتية للمدن الجديدة، قد يكون أيضا مشاريع نفطية، كلها أيضا الصين تشارك وتحاول أن يكون لها جزء من هذا النمو وجزء من هذه الفرص في دولة الكويت. بالتالي هي لا شك سوف تهتم وتهتم بشدة في الاستثمار في دولة الكويت والدخول هذا البلد. نعم. ماذا عن أستاذ علي ميناء مبارك وأيضا أهميته المستقبلية للصين تحديدا؟ لا شك أن ميناء مبارك مهم ومهم جدا، موقع جغرافي، وإن تقوم أنت ببناء هذا الميناء كإحدى الدول العظمى الآن الصين، وهو يفتح ليس فقط على العراق، العراق وما بعد العراق، وأيضا قد يكون سوريا وقد يكون مناطق أخرى من إيران. فميناء مبارك في موقع جغرافي مهم ومهم جدا، لا شك أن الصين تهتم في هذا الميناء كأحد أهم المشاريع، وغريب أيضا من مدينة الحرير، وتستفيد منه العديد من الدول أيضا. نعم، عديد من الدول، وأيضا غريب من مدينة الحرير أيضا. إذن هذه المنطقة وهذا الجون حقيقة مهم جدا للصين، وتنظر له بعين مراقبة وتحاول الدخول. هي موجودة في الاقتصاد العراقي لا شك خلال الفترات الماضية، كثير من الشركات الصينية تحاول أيضا الدخول في هذه الأمور، وعلى علم ودراية بأهمية هذه المناطق وأيضا إمكانية نموها خلال المستقبل. لا شك يعني حديثك يطول أستاذ علي العنزي يعني حول الصين وأيضا التعاون الصيني، لا شك أن تمتاز العلاقات التجارية بإطارات متينة لضمان استدامتها، لا سيما وأن كانت العلاقات في إطار إقليمي. أستاذ علي، ما الركائز التي تقوم عليها الشراكة الاقتصادية الكويتية الصينية؟ المصالح المشتركة، بالنسبة للكويت للصين سوق جيد، قوة شرائية كبيرة، فرص استثمارية في القطاع العام أيضا تحدثنا عنها، فرص بناء ومشاركة في المشاريع في دولة الكويت وفي شتى القطاعات. الكويت أيضا لا شك لا تستطيع أن تتجاهل هذا العملاق الكبير، ثاني اقتصاد في العالم، كما هي الحالة كانت سابقا مع الولايات المتحدة، قد يكون الآن مع بروز هذا القطب الاقتصاد الكبير لابد أن يكون هناك علاقات مع هذا القطب، نستفيد منه على في شتى المجالات. تحدثنا عن الوقود البيئي، عن الطاقة، عن التكنولوجيا، عن كثير من أيضا الخواص والعوامل الموجودة في الاقتصاد الصيني تستطيع أن تساهم في نمو الاقتصاد الكويتي خلال الفترة القادمة. المستشار الاقتصادي الأستاذ علي العنزي، شكرا جزيلا لك وسعتنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم، وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. مشاهدينا فاصل ونواصل إن شاء الله.